اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد في مدينه الدار البيضاء. كما كتشوفوا معنا طريق ولاد زيان ديما في الاشغال وديما الزحام ديما مرهونه. المشكل الكبير هو ملي كنشدوا الطريق ما كاين حتى شي علامه كتعلمنا بان الطريق راه محبوسه. بالنسبه اللي باغي يشد الاتجاه ويمشي يشد طريق السيار باش يشد طريق الرباط مسدود، الطريق الجديدة هي اللي محلوة، كاين حتى شي علامة غتعلم. غتبقى غادي حتى غتحبس وغترجع عاوتاني. صباح النور سامي. بالنسبه اللي ما كيعرفش راه غادي يدوخ غيتلف حيت ما كاين حتى شي علامه كتقول لك راه الطريق فيه الاشغال والمحبوسه ولا شي حاجه. مرحبا بالناس امستردام، ومرحبا بالناس الجاليه المغربيه جميع انحاء العالم. صباحكم مبروك كاملين. غادي نوريكم طريق بالنسبه للناس اللي بغينا يشدوا لوطروت ويمشيو الرباط. نوريكم اللي غدوزو. بالنسبه للناس اللي بغينا يطلعوا اللي ما عارفش وباغي يطلع جيت العراويين جيت أسواق الجملة، نوريهم الطريق اللي يعني الطريق اللي ضربناها كاملة ما كتلقاش شي علامة. هاي باقي لحد الآن وما لقيناش شي علامة كتقول لك راه الطريق مسدود. أسماء مرحبا أختي. نشوفو باقي لحد الآن ملقيناش شي علامة. هنا فين كيكون المشكل هانتوما غتشوفو. بالنسبة لهاد الكار غادي الرباط هاهو الطريق بقاها مسدودة هاهو راجل. هانتوما هاد الكار غادي الرباط هاهو لقى الطريق مسدودة هابط. حتى حنا غنديرو نفس الطريقة اللي دارو. نفس الطريقة لقيناها مسدودة احنا رجعنا، كاين حتى شي علامة كتوري.
على ما اظن ان الاس ار بالنسبه للجاليه اللي داخله ما بقاش كيدير اللي داخلين ما بقاوش كيدير. بالنسبه للناس اللي داخلين هانتم الدوره اللي غيضربوها حنا غادي نرجعوا باش نشدوا طريق اخرى. هذه غير وريت عليكم شكرا لكم مشاهدي قناه التلفزيون الى حد باشر اخر ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيوا لسوق السمك والخضار بالجمله هاد الطريق اللي غيشدوها خصهم يدوروا من على اليمين ويعودوا يمشوا على الاسفل.